Nitro Tekno İstanbul Esenyurt'ta faaliyet göstererek plastik kalıp sektöründe hizmetlerini sürdürüyor. Uygun fiyat ve kaliteli hizmetle ön plana çıkan firma, Türkiye ve yurt dışındaki müşterilerine yönelik çalışmalarına devam ediyor. Bizler de Suriyeli iş adamı, firma sahibi Fadi Şeyluki'yi ziyaret ederek Türkiye'deki çalışmaları hakkında bilgiler alıyoruz. Ana Fadi Şeyluki, من دمشق. صار لي 9 سنين هون بتركيا. بشتغل بمجال صناعة القوالب البلاستيكية. صار لي 9 سنين هون بشتغل بتركيا، يعني 4 سنين من هون، 4 سنين من هون بهذا الشكل. هلا اكثر الزباين، عندنا زباين بتركيا، نسبة اقل طبعا، الزباين الاكبر للخارج، اكثر شيء بالجزائر. اكثر زبائننا بالجزائر، في عندي زباين للبنان، في عندي زباين للسعودية، في يعني بشكل عام طبعا الزباين السوريين موجودين، وبتركيا اصلا يعني 50 60% من زبائننا السوريين اصلا. يعني هلا بمجال الصناعي التطور ما بينتهي. دائما عندك شيء، كل ما جبت عدد. هلا احنا بلشنا بامكانيات بسيطه. بالنسبه للامكانيات البسيطه انا لحد الان محقق جزء بسيط من الاهداف، يعني يتوسع عملك اكبر، تصير تقدر تطلع على بلاد ثانيه، تعمل معارض ببلاد ثانيه. هذا المستوى الشغل ان شاء الله نحاول نسعى له باذن الله. يكون معك مجال اكثر لتتحرك وتعمل. اكيد بدك بتقدر، حتى بتقدر. انا في كثير من الميزات الموجوده والمانحتها الحكومه التركيه بتركيا ما بنقدر نستخدمها نحن ولا بنقدر نستفاد منها. رمي، يعني بيكون عندك انت عندك المشروع وعندك المشتري والنقص عندك الارضيه والتمويل. احيانا بيكون هون بيكون اسهل، يكون عندك ارضيه سابقه، يكون عندك مكان سابق. اكيد طبعا. هلا هالايام كل شيء على النت عم يصير. موقع انترنت لابد منه، لازم يكون موجود، صار امر طبيعي. هلا بعدين بالمستقبل المفروض انه اذا قدرت تتحرك، التحركات فيزيائيا، يعني تحركات فيزيائيا خارج البلد، تقدر تجيب ساعتها شغل هون بعد ساعه. بعدين يعني لتوصل لمرحله معينه لتقدر تفتح مكتب بغير بلد، هذا بده شويه وقت معنا ان شاء الله.